علشان نعمل الفيلم الصغير اللي احنا عرضناه لحضراتكم ده مجهود سنين من امهات عظيمات زي ما انا بسميهم، لان بمجهودهم وصبرهم وايمانهم باطفالهم هم اللي عملوا الفيديو الصغير ده، هم اللي وصلوا الاطفال الجمال دول انهم يحققوا ذاتهم رغم الصعاب والمحن الصحيه اللي احنا مش هنقدر نختلف عليها اللي بيعاني منها ذوي الهمم. عايز اقول لكم على حاجه، اول ما دخلوا عليا قلت لهم انا اكيد 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 انتوا عانيتوا، لان انتوا ولادكم بالاعمار وان كان 26 19 13 16 سنه دول في وقت ما كانش فيه اي اهتمام لذوي الهمم. قالوا لي دي حقيقه، بس الحمد لله ان في الفتره اللي فاتت دي كان في حد بيسال عليهم وفي حد اداهم الاهتمام اللي شغل بلد بحالها ان هي تقدر تهتم بولادنا زي من ذوي الهمم. خلونا نلتقي بالامهات الجمال الموجودين معانا، نسمع قصصهم ونتكلم معاهم. فبيسعدنا اول ام جميله وست عظيمه استاذه رندا محمد سعد. اهلا وسهلا رندا سعد محمد، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. ورندا مامة يارا، ويارا عندها 23 سنه وهي بطله فروسيه. بعد كده معانا كمان ومنورانا الاستاذه اميره عبد الحافظ، اهلا وسهلا يا اميره. وأميرة والدة أمل، وأمل عندها 13 سنة، وبرضو أمل بطلة في الجمباز ألعاب القوى والسباحة أيضا. طيب وبعدين مروة عبد الرازق، أهلا وسهلا بيك أستاذة مروة. ومروة والدة محمد اللي عنده 19 سنة وأيضا بطل من أبطال السباحة. وأخيرا وليس أخيرا السيدة العظيمة رشا كاظم، وهي أم ديانا 16 سنة صح كده. وديانا يا جماعة هي بطلة العالم في الجمباز صح إنجاز. أنتوا أولا تحية ليكم، أنتوا يعني مش محتاجين أقول لكم قد إيه أنتوا قصص ملهمة ملهمة يعني جامد جدا لكتير من الجمهور بتاعنا. واحنا في شهر احتفال بذوي الهمم حبينا ان احنا نعمل الحلقه دي مخصوص عشان نتعرف عليكم ونسمع منكم. فخليني اقول رندا، اول ما خلفتي يارا، يارا انا عرفت وانا في المستشفى لسه، يعني الدكاتره اكتشفوا هي داون سيندروم. يعني ايه داون سيندروم؟ داون سيندروم اللي هو بيبقى فيه كروموزوم، بيزيد كروموزوم، احنا كلنا 46 كروموزوم. هي بيزيد في الخليه بتاعتها كروموزوم. فاللي هي بتبقى في كروموزوم زايد، فده اللي بيلخبط الدنيا، بيبقى في الجينات نفسها في كل خليه 47 كروموزوم. اوكي. فاول في المستشفى لسه الدكاتره شكوا، لان طبعا بيبقى لها ملامح معينه اللي هي الملامح باينه اللي هي الاسيويه شويه. فعرفوها الدكاتره، طبعا كنت رافضه او كان عندي امل ان هم غلط يعني. عملنا لازم يتعمل تحليل دي ان ايه عشان يتاكدوا من الموضوع. اتاكدنا فعلا من الموضوع، بياخد وقت، وكان اياميها طبعا 23 سنه التحليل بياخد اكتر من 10 ايام او اسبوع 10 ايام عمال ما يطلع نتيجته. كان دكتور الاطفال اللي انا بتعامل معاه اللي هو بتاع اخوها الكبير قال لي ما فيش اي حد يشوف التحليل، لان كان اياميها المنتشر ان في دكاتره كتير لما بيشوفوا التحليل بيدوكي باد افكت قوي ويدوكي خلاص بقى يعني خديها البيت خبيها. هو حصل فعلا، قال لك مش الدكتور بتاعها، الدكتور بقى تاني باباها ما كانش عنده صبر لحد ما نروح لعياده الدكتور، فراح على المستشفى. الدكتور كان لسه شاب لسه متخرج، ادى لباباها يعني موشح انت تربيها لله تحطها في البيت كده بركه. تخيلي طبيب بيقول للاب كده يا امي، وانا لسه والده سيزيريان، ان انا اسمع الكلام ده. طبعا كان الموضوع محبط جدا، بس الحمد لله يعني لما رحت بقى للطبيب متفتح وفاهم قال لي لا دو بيتعلموا دو بيعملوا وخليكي وراها واشتغلي معاها هتوصلي. اياميها كان الشغل مش سهل. دي الصور بتاعتها بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. دي معاها الدبلومه الامريكيه كمان، وده ما انا عارفه ما لسه هنتكلم بقى في التعليق. دي كانت تتحسد على فكره. والله العظيم هي كانت اموره جدا فعلا، وهي شخصيه قويه جدا. الحمد لله. ايوه. طب انت لما اخذتيها البيت
مين اللي ساعدك في انك تعملي الشخص اللي احنا شايفينه الجميل ده اللي واقف وراكب الحصان وموديل وواخده جوائز؟ عملتي ايه؟ بصي، اول حاجه طبعا خدت شوك شويه، بعد كده الحمد لله، يعني الحمد لله جزء من الايمان جوايا ان ربنا مش هيسيبني. ابتديت ادور بقى، اقرا كتب، انا من النوع اللي بحب القرايه، فابتديت اقرا في المواضيع دي وبيشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه، لان فعلا اياميها ما كانش فيه اهتمام بالولاد خالص. لا لا لا، احنا في حته تانية خالص دلوقتي. ابتديت اروح، ابتديت ادور على المعاهد والمراكز اللي بتشتغل. انا ابتدات شغل معاها وان هي عندها 6 شهور. 6 شهور؟ 6 شهور التدخل مبكر. كنت اروح للمركز يقول احنا ما بنشتغلش تخاطب دلوقتي، اقول لهم اشتغلوا اي حاجه، اشتغلوا على مخها، مش مهم تتكلم، مهم ان هي تشغل مخها. يقول ده لسه الكلام ده من سنتين، اقول لهم لا اشتغل، مالكمش دعوه. واقعد معاها واخد التدريبات واعملها في البيت وابتدينا. ابتديت ادور على اخواتها دخلوا مدرسه، ابتديت ادور على مدرسه ما تكونش اي ليفل، وخصوصا يعني مدارس ما كانتش موجوده. ما كانش وقتها دارس أصلاً. مدرسه واحده في اسكندريه كلها كانت. مدرسه واحده؟ في اسكندريه كلها وقتها؟ وقتها. ما انا بتكلم دلوقتي من هي عندها 23 سنه، من سنه 2000 بالظبط. انا كمان كان عندي مشكله ثانيه ان انا مش عايزه اربيها تكون اقل من اخواتها، يعني عايزه نفس ليفل المستوى المدرسه اللي هم اخواتها فيها، مدارس كويسه. فابتديت ادور لحد ما لقيت مدرسه واحده في اسكندريه دخلتها. وعايزه اقول لك، طول ما انت ماشيه في السكه بقى ليه يقول لك حرام، انت بتصرفي كل ده ليه، انت لا يعني من ده غير المصاريف. لا لا، المصاريف استغلال بقى، ما هي مدرسه واحده بقى. يعني انا مدخله اولادها واخواتها مدرسه كويسه، بس لا عندك مدرسه بقى، ده انا الوحيده يعني. اوفرلود يعني، مع المدرسه ومع الجلسات ومع مدرسه وجلسات وكده. والحمد لله ان انا كنت عضوه في نادي، فابتديت بقى من سن 4 سنين ابتدينا رياضه.